لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجهاد والسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال باب غزوة الأحزاب، قال باب غزوة الأحزاب، قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة رضي الله عنه أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. قال فرأيت أبا سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار. قال فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قال قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى غزوة الأحزاب، وبوب الإمام النووي رحمة الله عليه بهذا التبويب وهو باب غزوة الأحزاب، يعني هذا هو الغرض الذي من أجله ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد والسير، أي لينبه وينوه على هذه الغزوة، فهي مما يدخل في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. قال باب غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب هذه كانت في السنة الخامسة، كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعد غزوتين كبيرتين وهما غزوة بدر وغزوة أحد، وبين أحد والأحزاب مناوشات
لكن هذه أكبر المعارك التي كانت بين المسلمين وبين المشركين. وسبب هذه الغزوة أي غزوة أحد أن يهود لعائن الله عليهم خرجوا في وفد من بني النضير، وهذا الوفد قد جمعوا بعض يعني قادات اليهود ممن كان أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، وخرجوا قاصدين قريشا في مكة، وجعلوا يؤلبونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غزو المدينة، وأخبروهم أنهم سيتجهون إلى قبائل العرب الأخرى كذلك، فجرأوا قريشا في ذلك، ولا سيما وأن قريشا سألتهم من أحسن دينا، أنحن أم محمد؟ قالوا بل أنتم دينكم أفضل من دين محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرجوا إلى غطفان، وهي قبائل العرب من جهة الشرق والقبائل المحيطة بها، فوافقت غطفان بناء على أيضا ما أغرتها به يهود من أنكم إذا غزوتم المدينة ويعني قتلتم محمدا ومن معه كانت لكم ثمار المدينة. وغطفان هؤلاء ما جاءوا لأجل عقيدة ولا مسألة يعني قتال لأجل ديانة ولا شيء، إنما جاءت قبائل غطفان وحلفاؤها لأجل شيء واحد وهو المال، وهو المال. يعني جاءت هذه القبائل تريد ثروات المدينة، تريد ثروات المدينة. وهكذا يعني ألب اليهود لعائن الله عليهم العرب أو قبائل العرب من قريش وحلفائها وغطفان وحلفائها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت هذه القبائل في أعداد كبيرة جدا وحاصرت المدينة آلاف مؤلفة، كما قال الله تعالى: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وهنا نجم النفاق على أشدهم في هذه المعركة أو في هذه الغزوة، نجم النفاق على أشده. كان عبد الله بن أبي بن سلول يعني قد أسلم في هذه المدة، فنجم النفاق على أشده وجعلوا يعني يبثون في المسلمين يعني معاني التثبيط ونحو ذلك. فكان هذا كله على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أن تتصور هذا الأمر، قبائل غطفان تأتي في آلاف مؤلفة تحاصر المدينة وقريش وحلفاؤها يحاصرون المدينة. طبعا هم كانوا يريدون غزو المدينة، لكن هذا الحصار نشأ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام حول المدينة، أقام حولها خندقا من إحدى جهات المدينة وهي الجهة الشرقية والجهة الشمالية، وذلك لأن هذه الجهات الأخرى كانت تحدها الحرة، يعني أرض سبخة يعني لا يستطيعون المشي فيها، أرض سوداء، حجارة سوداء، ويحدها كذلك النخل ومزارع الأنصار. فجاء من الجهة الأخرى وأقام النبي صلى الله عليه وسلم خندقا، وهذا الخندق حال بين المشركين وبين قبائل العرب وبين المدينة، وظل هذا الحصار مدة نحو الشهر وهم يحاصرون المدينة حصارا شديدا، وحاولوا المرة بعد المرة أن يتجاوزوا هذا الخندق من خلال ثغرات في الخندق، يعني يجوا عند المناطق الضيقة. خندق طبعا محفور فيه، حفر في كم يوم؟ في 7 أيام. الخندق حفر في 7 أيام. من المعلومات العجيبة قرأتها منذ سنوات أن الشركة التي قامت ب يعني رصف الخندق، خندق سد بعد ذلك، المسلمون سدوا نحو ذلك، لكن آثاره كانت لا تزال باقية إلى زمن قريب. شركة المعمار الكبيرة التي قامت برصف منطقة الخندق فقط اللي هو كان ماشي عليها الخندق، ظلت شهرا ترصف هذا الخندق، رصف فقط يعني، يعني اشراف على سده يعني.
حفره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسبوع واحد رضوان الله عليهم أجمعين. الغرض أن الخندق كان فيه أحيانا بعض الأماكن فيها نوع من الإيش المسافة الضيقة عن أماكن أخرى، فكان المشركون يحاولون الوصول إلى المدينة من خلال هذه الثغرات، ولذلك كان المسلمون يقفون الليل والنهار على الخندق يتناوبون الحراسة ليل ونهار ليل ونهار، ما كان أحد في المدينة، خرج كل المسلمين على الخندق، ولم يقم في المدينة إلا النساء والذراري. ثم تعالى إلى جهة المدينة، فكان في المدينة النساء والذراري واليهود والمنافقون من خلفهم. اليهود كانوا في قبائل وبالذات قبيلة بني قريظة، هذه كانت يعني تعتبر في تخوم المدينة ومن داخل المدينة، فكانت هذه القبيلة خصوصا قد تمالأت مع الأحزاب على ضرب المسلمين من الخلف، بحيث أنه يتفقون في لحظة واحدة على الانقضاض، يعني زي ما بيقولوا كده فكي رحى، يحطوا المسلمين في النص وإحنا بالتعبير العصري في كماش، يحطوا المسلمين في وسط وهم الطرفين يهجموا مرة واحدة، قريظة من الخلف والقبائل العربية كلها من الجهة الأخرى يهجمون على المسلمين. ففوجئ القبائل العربية بالخندق فوقفوا حائرين في ذلك. ثم قريظة صارت تتردد في أمرها وتتجسس الأمر ونحو ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانتهم وكان يرسل عيونه ينظرون له الأمر ونحو ذلك. فتخيل أنت ما اجتمع على المسلمين المشركون وقبائل العرب جاءت عن بكرة أبيها وتحاصر المدينة، ومن الداخل أهل الذمة اللي هم لهم عهد مع المسلمين ينقضون في أي لحظة، ثم كذلك من الداخل الطابور الإيش الخامس المصطلح العصري اللي احنا للإيش للمنافقين. فانظر ماذا كان الحال حول المسلمين. وأنا أردت أن أذكر هذا التمهيد يعني في مقدمة يعني شرح الحديث لأجل أن نتصور يعني بدرجة، احنا مهما تصورنا لن نصل إلى تفاصيل الحال وواقع الحال، أن نتصور بدرجة جواب حذيفة رضي الله عنه على الرجل. جواب حذيفة قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته. واحد زي حالتنا إحنا قاعد عند حذيفة فبيقول ده أنا لو كنت عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا كنت عملت وسويت وأبليت بلاء حسنا وكذا ونحو ذلك. فقال له حذيفة رضي الله عنه أأنت كنت تفعل ذلك، يعني أنت كنت ستفعل ذلك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فحذيفة يريد أن يحكي له هذه الحكاية لماذا؟ لأجل مفهوم الحكاية، وهو أن احمد الله على أنك لم تشهد هذا الإيش المشهد وتتعرض لهذه الفتنة. أنت الآن والحمد لله ولدت مسلما، ولدت مسلما ولم تتعرض لفتنة الإيمان والكفر التي تعرض لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنة الأحزاب على الخصوص التي كانت على أشد ما يكون، أن وصل الأمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشجعان الأسود أن يطلب واحدا لأجل أن يقوم بمهمة عسكرية ما يقوم أحد. كأن حذيفة يقول له ماذا لو كنت في هذا اليوم، ماذا كنت ستفعل؟ وفي القوم أشجع الناس أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وهؤلاء في القوم. نعم. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب
وأخذتنا ريح شديدة وقر، قر برد شديد جدا، أخذتنا ريح شديدة وبرد شديد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ هل منكم من أحد يقوم يأتيني بخبر القوم؟ مهمة استخباراتية بالتعبير العصري، مهمة استخباراتية، واحد من المسلمين سيخرج في عمل استخباري ويقوم باستطلاع داخل خطوط العدو، داخل خطوط العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ ومكافأة هذا الإنسان مكافأة دنيوية، ويكون بعد ذلك له نشان كذا أو له رتبة كذا أو يكون قائد كذا؟ لا، بل قال: وهو رفيقي في الجنة أو هو معي يوم القيامة. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. لا إله إلا الله، يعني سبحان الله، حاول تتصور هذا المشهد، إن الصحابة ولا واحد يجيب. وهذا ناشئ عن ماذا؟ اليوم ده أو الليلة دي ليلة شديدة جدا، الصحابة رضي الله عنهم أشجع الناس، فما لابد أن هنا بقى إحنا لما نيجي نتكلم عن الصحابة، تفكرين البحث بتاع الصحابة، ما نيجي نتكلم عن الصحابة، أي وهم يصل إلى نفسك، وهم مش معصومين ابتداء، لكن أي وهم بتنقصهم فلابد من البحث عن أعذار لهم، وإن ثبت فنحملهم على الاجتهاد وكذا ونحو ذلك. فلماذا لم يقم أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن هذه الليلة كانت شديدة البرد شديدة الريح، وهذه الليلة التي بسببها جعل الله عز وجل رجوع الأحزاب عن المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فالله عز وجل أرسل عليهم هذه الريح، ريح كانت قوية جدا، حتى أن هذه الريح كفأت القدوم وخلعت الخيام وجعلتهم في حال من الاضطراب وفي حال من يعني الهمجية الشديد جدا. ولذلك كان سبب رجوع المشركين عن يعني غزو المدينة بعد شهر من الحصار هذه الليلة بفضل الله تبارك وتعالى. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. الريح الشديدة جدا هذه والبرد الشديد جدا جعل يخلع كل ما هم أقاموا من معسكرات وخيام وقدور ونار يقيدونها. ولذلك كان القرار في هذه الليلة، قرار المشركين، هو الرحيل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لابد أن تحمل ذلك منهم على الاجتهاد، وهو كأنهم قالوا: تمر هذه الليلة ثم ننظر في الليلة التي بعدها أو في اليوم الذي بعده عندما تتحسن الأحوال ونأتي بالخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ليلة شديدة جدا قد يهلك فيها الإنسان، ولا سيما أنه في الصحاري، عافانا الله وإياكم، في الصحاري الريح أحيانا من الممكن أن تأخذ الإنسان وتلقيه في الأودية. وقد جاء معنا أخبار قبل ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الريح فألقته في واد من الأودية من شدة الرياح في الصحاري. فالغرض أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم سكتوا لأجل ذلك تأويلا واجتهادا في أنه ربما نفعل في المرة القادمة، أي يعني في اليوم التالي أو نحو ذلك لما تنتهي هذه العاصفة وهذه الريح. قال فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال فقال: قم يا حذيفة، دي ثالث مرة دي بقى. قال فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، رضي الله عنه وأرضاه. خلاص هنا ما فيش، وهذه المسألة أيضا فيها وجوب الأمر إذا تعين، إذا تعين الإمام عين
إنسانا لأمر من الأمور تعين وواجب عليه وإن كان قبلها هو فرض إيش؟ كفاية على الكل. أما الآن فقد تعين. نعم. قال: فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أنا أخو. إيه رأيكم؟ يعني من باب مزحكم فقط، يعني لو إحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الليلة دي وراح قايل: قم يا سعيد ائتني بخبر القوم، إيه رأيكم؟ أنا رجلي وجعاني، ده أنا ظهري مش عارف إيه، والتاني مننا هيقول: ما فيش مشكلة يا رسول الله، خلاص ما جاتش يعني على النهاردة، إحنا بكرة نجيب لك الأخبار بقى اللي هي، وأنت خلاص يعني مستعجل عشان إيه؟ لا. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني، خلاص تعين الأمر. نعم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. في رواية: ولا تذعرهم علينا. وهذان تكليفان، التكليف الأول أن يأتي بأخبار القوم، المهمة العسكرية. التكليف الثاني داخل هذه المهمة العسكرية أيضا، وهو: إياك أن تتأثر بعاطفتك وتتصرف بعاطفتك. لا، أنا أقول لك: إياك أن تتصرف بعاطفتك فيكون نتيجة ذلك ماذا؟ أن تثيرهم علينا. لا تزعرهم علينا أو علي، يعني إياك أن تثيرهم علينا. وهذا فقه عظيم جدا، هذا فقه عظيم جدا. وإلا للأسف يعني ضعاف العلم، ضعاف يعني النفوس في الحقيقة، الذين ظاهرهم الحماسة لا تعجبهم هذه المواقف، فعند ذلك يقولون ماذا؟ يعني طب أنا وجدت فرصة دلوقتي، ده هي اللحظة الإيش؟ الفارقة، وهي دي خلاص اللي مش هتتعوض تاني ونحو ذلك، والناس تمشي وراه ويقعد يقول اللحظة الفارقة والناس كلها تهيس وراه، هي دي اللحظة الفارقة. الأجواء لا تسمح أصلا، يعني اللحظة الفارقة. أنا أشير هنا إلى كذلك إلى أنه كان ممكن حذيفة يقتل قائد الإيش؟ الجيوش الغازية اللي هو أبو سفيان يومئها، كان ممكن يقتل قائد الجيوش، وقتل قائد الجيوش ده له أثر سلبي فظيع جدا على الجيش نفسه، لكن في ذات الوقت الأحوال تقول بأنهم سيثأرون وسيستثارون، وربما ارتكبوا وفعلوا ما يكون به الضرر الأشد على المسلمين. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. جعلت لما وليت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كأني أمشي في حمام. بركة الطاعة يا أخوانا، بركة الطاعة والاستجابة لأمر الله ورسوله، ده كلام الإمام النووي، وفيه فضل بركة الطاعة والاستجابة لأمر الله ورسوله. اليوم ده كان يوم قر وريح شديدة جدا، الصحابي يقول كأني أمشي فيه حمام. حمام مشتقة من الحميم، والحميم اللي هو الشيء الدافئ، سواء كان الماء الدافئ أو الريح الدافئة أو نحو ذلك. كأني أمشي فيه حمام، يعني ما فيش برد أصلا خلاص، ولا في رياح ولا شيء، والصحابي ده ماشي والدنيا كلها عندها برد وعندها إيه؟ رياح، هو الوحيد اللي ما عندوش البرد والرياح، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فبركة الطاعة لها أثر عظيم، والاستجابة لأمر الله ورسوله. قال: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، إنه هو لما وصل المعسكر بتاع المشركين، الدنيا ليل طبعا والجو مظلم، وهم مشعلين بعض النار وعمالة تطفئ النار، يشعلوا نار تطفئ ونحو ذلك، وأبو سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني جاي جنب شوية نار مولعينهم، وعامل إيه أبو سفيان؟ مقرب ظهره من النار دي عشان يدفي ظهره من شدة البرد. وأكثر شيء يؤثر على الإنسان غالبا في البرد هو الإيش؟ الظهر، العمود الفقري عموما، لو اشتد البرد عليه الإنسان ما يقدرش يمشي.
فالغرض يعني أبو سفيان يدفئ ظهره، وفي هذه اللحظة حذيفة في ظهر أبي سفيان، وفي وأبو سفيان صوب إيش؟ صوب يعني سهام حذيفة، يعني لو حذيفة طلع البتاع بتاع القوس والسهم وأبو سفيان هيخلص على طول وهيرجع تاني في نفس الطريق اللي جه منه. قال وأبو سفيان: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزعرهم علي. خلاص ده أمر، ما فيش بقى هنا في هذه الحال محل للاجتهاد، لا يجوز، ويكون عاصيا لو ارتكب أو فعل شيئا خلاف ذلك. طب قد تقول أنت: أليس الصحابة رضي الله عنهم الذين أرسلهم إلى قريظة في نفس الأحداث دي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق؟ بلى. طيب هل يعد الذين صلوا في الطريق عصاة؟ احنا مسألة تعرضنا لها قبل ذلك بتفصيل يعني. فالجواب لا. لماذا؟ لأنه ابتداء لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الفئتين في لما علم الأمر، وما يعني عنف ولا خطأ أحدا منهم. ثم إن هؤلاء لما صلوا أخذوا بالمفهوم، والآخرين أخذوا بالإيش؟ بالظاهر، فكلاهما اجتهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك. بخلاف هذا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام صريح: لا تذعرهم علينا، إياك أن ترتكب أي فعل يثيرهم علينا، وهذا أشد فعل يثيرهم على المسلمين. قال: ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. سبحان الله العظيم، قررت يعني ماذا؟ أصابني البرد. سبحان الله العظيم، ده يعني لو صح التعبير كان موصل له دفايه طول الطريق رايح جاي لغايه ما ايه رجع، دفايه رباني بقى ببركه الايش الطاعه والاستجابه. وهذا شيء والله ملموس محسوس، يعني دي مش كرامه لحذيفه مثلا وحده، هذا شيء ملموس محسوس في كل طاعه لله ورسوله، لها اثر ولها بركه. انظر اليك في ايام الاعتكاف ورمضان ونحو ذلك، تعالى دلوقتي احنا بالليل كل يوم، ولو قلنا لكل واحد فينا قوم صلي بالليل 10 ركعات ولا 13 ركعة كل يوم لمدة شهر، هيفعل؟ هيفعل؟ ده قليل منا ربما الذي يفعل، لكن لما كانت الطاعة موجودة بكثرة فبركة الزمان كان لها ايش؟ أثر، وبركة الحال لها أثر. كذلك نفس الحال عندما تجد من نفسك قوة ونشاط وفجأة تجد ما فيش قوة ونشاط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. قال: وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. في بعض الروايات أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقررت، فشعر بي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فجعل بردته علي وهو يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم حط عليه البردة بتاعته وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. فهذا الحديث يعني يتعرض لغزوة الأحزاب وجملة ما جاء في غزوة الأحزاب، وأن من أعظم ما كان في غزوة الأحزاب ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من أذى المشركين وأذى المنافقين وأذى اليهود وما كان من هذه الفتنة. ثم قال: باب غزوة أحد. باب غزوة أحد. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، قال: فلما رهقوه
قال من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. قال فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. قال فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. باب غزوة أحد. هو لم يعني اللي احنا أشرنا قبل ذلك أنه مسلم رحمه الله تعالى يعني طريقته في جمع الأحاديث لم يراعي فيها ترتيب الزمني في مثل هذه الأبواب، مثلا جهاد السير لم يراعي فيها الترتيب الزمني، لكن يعني الله أعلم هل قصد يعني ذكر الأخبار حسب الطول حسب يعني القصر، الله أعلم، أنا لم أطلع يعني عن السبب الذي بسببه ذلك، أو أنه في الإملاء والتملية هل حصل نوع من السبق ونحو ذلك، الله أعلم. قال: باب غزوة أحد. غزوة أحد هذه كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد بدر، وكان سبب هذه الغزوة هو خروج قريش لقصد المدينة لغزوها ثأرا لهزيمتهم في يوم بدر، ثأرا لهزيمتهم في يوم بدر. وكان على يعني إثر ذلك أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وتشاور معهم في الأمر، وكان من بين الحضور عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاور المسلمين لما علم بخروج المشركين قاصدين المدينة، هل يخرج لملاقاتهم على الطريق أو يبقى في المدينة ويقاتلهم والمسلمون قتال حرب العصابات كما يقولون في زماننا، يعني يبقى الناس في البيوت ويتركون المشركين يدخلون إلى المدينة ثم يهاجمونهم من داخل الأزقة والشوارع وأسطح البيوت، وهذه معركة تسمى معارك حرب العصابات في زماننا الآن، وهي من أشد المعارك على الجيوش المنظمة. الجيوش المنظمة أصعب معارك عليها هذا النوع من المعارك، اللي هو أن يكون خصمه يعني يواجهه من خلال الإيش، خلال الأماكن التي يعني يصعب فيها سير الجيوش سيرا واحدا، زي دلوقتي احنا ما احنا شايفين كده مثلا الدواعش اللي موجودين مثلا في سيناء، هم كل يوم يحدثوا يعني في يعني الشرطة والجيش يحدثوا فيهم نكال، يعني يحدثوا فيهم جراح، بسبب ماذا؟ بسبب حرب العصابات. حرب العصابات الجيش جيش منظم، الجيوش بتبقى عادة معدة للمواجهة الإيش الكاملة، جيش قصاد جيش، فلما تحط انت قصاد جيش حرب عصابات هذا الجيش ياخد فترة طويلة جدا على ما يصل إلى يعني انه يهزم العصابات دي، وكان هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى في المدينة ولا يخرج لملاقاتهم في أرض فسيحة واسعة، إنما يبقى في المدينة، وإذا دخلوا المدينة هاجمهم المسلمون من كل مكان، فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأي الشباب فكانوا يريدون الخروج وقالوا كما تعلمون يعني لا نبقى حتى يدخلوها علينا، والله لا يدخلوها علينا ونحو ذلك. وكان رأي ابن سلول في الظاهر يعني يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي، وإلا هو يبدو والله أعلم إنه هو تبنى هذا الرأي عصبية لما وجد إنه الأكبر هيطلع برا يعني. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب وخرج بالجيش إلى أحد، وتحصن النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد، تحصن بجبل أحد وجعل يعني ظهره إليه، ثم انتظر
مجيء المشركين ودخولهم إلى يعني أرض المعركة. يعني اللي لو حاولنا نستوعب موضوع أحد، لو قلنا إنه مثلا جبل أحد هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش وقعد قدام الجبل، ومقابل جبل أحد في جبل صغير جدا، هضبة صغيرة جدا التي سميت بعد ذلك ب يعني جبل الرماة شهرة. يعني هذا الجبل الصغير أو الهضبة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليها 50 رجلا راميا، وقال لهم: لا تنزلوا عن مكانكم ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا. وبالفعل جاء المشركون، ومعلوم المكان اللي هيأتي منه المشركين، والخطة كانت خطة محكمة جدا، لأن المشركين لا يقدرون على أن يدخلوا المدينة من الجهة الجنوبية، من الجهة الجنوبية اللي هي الجهة المباشرة. يعني يعني هم جايين من مكة، مفروض طالعين رايحين على المدينة فوق، يدخلوا من الجهة الجنوبية، لا، الجهة الجنوبية مش هيعرفوا يدخلوا منها، لأنها محاطة بعوامل طبيعية تمنعهم من الدخول، الحرة أو الحرتين ومزارع الأنصار اللي هي النخل ونحو ذلك. فالجيش ما يعرفش يمشي في وسط النخل والحاجات دي، الجيش عايز يمشي كله مرة واحدة. فما ليس هناك مدخل للمدينة إلا من جهة أن يدخلوا من ناحية أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم عند أحد. فلما جاءوا ونظر الفريقان كل منهما إلى الآخر، طمع المشركون في المسلمين فاجترأوا عليهم، فدخلوا دخلة رجل واحد إلى أرض المعركة أو المكان نفسه، فانهالت عليهم سهام المسلمين كالمطر، فسقط منهم في لحظات 70 رجلا من المشركين، وحصل فيهم هرج ومرج، وولوا الأدبار وأعطوا المسلمين أكتافهم وجعلوا يفرون، وتركوا أموالهم وغنائمهم ونساءهم وجعلوا يفرون. ولما كان ذلك، ظن الرماة الذين كانت لهم اليد الطولة في المعركة أن المعركة قد انتهت، فأرادوا أن ينزلوا، فنزلوا لجمع الغنائم، ولم يبقى إلا نحو 10 مع قائد المجموعة، وحدث ما حدث من الثغرة التي تعرفونها. فكان على يعني أثر هذه الثغرة أن حدث في المسلمين يعني هرج ومرج واضطراب ونحو ذلك، وولى من المسلمين من ولى ودخل المدينة، وولى وفر من فر وصعد إلى جبل أحد، وقعد من قعد من الناس يظنون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك، استغل المشركون ذلك وهاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الهجوم، فاجتمعت كتيبة من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات؟ في أول هذه اللحظات كان حوله بعض الأنصار، ثم جاء بعد ذلك المهاجرين والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وطلحة وغيرهم رضوان الله عليه. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار. يعني في هذه اللحظة ما كان حوله أحد من الجيش يدافع عنه ضد هذه الكتيبة الفظيعة إلا هؤلاء 7، ورجلين من قريش، ورجلين من قريش، يعني على ما أذكر والله أعلم كان سعد بن أبي وقاص وآخر على ما أذكر يعني، ها؟ لا أظن طلحة جاء بعد ذلك، أظن طلحة جاء بعد ذلك، لا ده حاجة تانية. قال: ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. قال: فتقدم رجل من الأنصار، واحد من الأنصار 7 دول راح متقدم. طب ليه الأنصار 7 ما كانوش بيطلعوا مرة واحدة؟ لأجل أن يضمنوا حماية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلع الواحد منهم عشان يشغل الإيش؟ الكتيبة دي يشغلها، يبعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث على ما يجي حد من المسلمين. قال: فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال رهقوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.
ما أنصفنا أصحابنا. انظر إلى يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم يعني شفقته ورحمته ب يعني أصحابه. يقول لأصحابه أيضا الرجلين الآخرين من المهاجرين: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، يعني ما كان هذا بالنصف، وإلا كان الأنصاري يخرج، كان ينبغي أن يخرج واحد منكم. هذا وجه. وجه آخر بفتح الفاء، بفتح الفاء، هنا احنا عندنا الفاء هنا سكنة، ما أنصفنا بفتح الفاء. والوجه ده والله أعلم لعله يعني أقرب اللي هو بالفتح ده: ما أنصفنا أصحابنا، يعني الذين فروا، يعني الذين فروا، اللي فروا سابوا المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للحمان حوله: ما أنصفنا أصحابنا. يبقى هنا الضبط بقى هتبقى الفاء مفتوحة وأصحابنا دي هتبقى مرفوعة. الشاهد يعني من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له ما حصل في هذه المعركة، ومن يعني اجتماع المشركين عليه ومحاولة قتله. وهذا الحديث في الحقيقة أيضا فيه فضيلة للأنصار ومنقبة عظيمة للأنصار رضوان الله عليهم، فإنهم أعظم من وفى بالعهد، أعظم من عرف في التاريخ وفى بعهده هم الأنصار. فإنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة قام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يومئذ قد أسلم، لكنه كان قد جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، وقال لهم كلاما جملته: إن كنتم ستأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيعونه، لا فهو هنا في منع من أهله فاتركوه. فقام الأنصار رضوان الله عليهم الواحد تلو الآخر يتكلم في هذه المسألة أعظم الكلام، وما كان كلاما فحسب، بل كان كذلك أفعالا رضوان الله عليه. وكان من بين كلامهم البراء بن معرور رضي الله عنه وقف ويقول: والله لنمنعنه مما نمنع منه أزرنا. أزرنا كناية عن الإيش؟ عن النساء، عن النساء. العربي أشرف حاجة عنده يدافع عنها العرض. فلنمنعنه مما نمنع منه، ده احنا نساءنا، ده احنا بنموت من أجل نساءنا، نمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ونموت من أجله. وغير رضوان الله عليه فوفوا، وكانوا أعظم من وفى رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته صلى الله عليه وسلم. هذا يوم أحد، يشير إلى رباعيته وقد انكسرت، والرباعية هي السنة التي تلي الثنية، دول اللي هم قدام دول اسمهم ثنية الإنسان اللي هم الوجه، يعني الرباعية التي بعدها مباشرة. قال: وهو حينئذ يشير إلى رباعيته صلى الله عليه وسلم، انكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويعني جرح صلى الله عليه وسلم بجراح شديدة في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في ساقه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. هذا هو الشاهد يعني لتبويب النووي: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. هذا أشد إنسان يغضب الله عليه، اللي يقتله نبي، أو لو خصصنا اللي يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يمنع من التعميم،
لا يمنع من تعميم المعنى أنه أشد الناس يغضب الله عليه من يقتله نبي. لماذا؟ ها؟ لا ها؟ ها؟ قلت الكلمة الأولى إيش؟ انتوا بعتوا ليه ملفظ الحديث بيدل على ما الجواب؟ ها؟ قال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. ها؟ لسه؟ لان معنى هذا الرجل كان محاد لله ورسوله. معذرتك. ها؟ هذا الرجل محاد لله ورسوله. ايوه صحيح كده، انت بتقول يا شيخ علي؟ أيوة دي بقى أوضح واحدة دي، لأن الرجل كان حريصا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وده أجرم جرم، أجرم جرم، يعني قتل المسلمين أو المؤمنين عموما جريمة كبيرة جدا في القتال، يعني في الجهاد. فأعظم جريمة يرتكبها الكافر إنه يقتل من؟ يقتل النبي نفسه. ولذلك إذا قتله النبي كان هذا أكثر الناس غضبا من الله عز وجل يوم القيامة. نعم. بالفعل هذا من أشد الناس يغضب الله عليه يوم القيامة. قتله تماما تمام، وهذا يدل على أن قتل الأنبياء هذا أجرم جريمة، أجرم جريمة، لأنها اشتملت على الكفر والشرك وكذلك الإيش الفجور في هذا الكفر وهذا الشرك. طب هنا في فائدة أخرى في هذه العبارة. ها تفضل. طيب خلاص احنا خلصنا دي، أنا بقول في فائدة أخرى في العبارة دي، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. هو قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحد فقط اللي هو أمية بن خلف، لكن مش هو ده اللي انا بسأل عليه. ها الايش؟ لا انا بعيد خلاص، مسألة الغضب انتهت، انا بسأل في فايدة اخرى في العبارة دي. الله يفتح عليك، إنه قوله اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل، ده أشد الناس يغضب الله عليه، لكن لو لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله لا يدخل في هذا الغضب، كأن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا أو حدا، مش كده؟ لو واحد من المسلمين قتله النبي صلى الله عليه وسلم حدا، هل يكون هذا أكثر الناس غضبا من الله عز وجل يوم القيامة؟ لا، بل هذا الحد له طهارة. ولذلك قوله في سبيل الله احترازا من ماذا؟ ممن قتله النبي صلى الله عليه وسلم حدا أو قصاصا. قال باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ قال فانبعث أشقى القوم فأخذه. طيب سلى الجزور، ما هو سلى الجزور؟ سلى الجزور هي قالوا اللفافة التي يكون فيها الجنين، التي يكون فيها الجنين، وهي في الآدمي ما يسمى بالمشيمة، في الآدمي تسمى المشيمة. معروف المشيمة لما المرأة بتلد يخرج مع الولادة حاجة عاملة زي المصارين كده،
فهذه المشيمة يبقى لها رائحة ونحو ذلك. طبعا في الحيوان هتبقى إيه؟ أضخم وكبيرة، وهي بالطبع تحمل نجاسة، تحمل إيش؟ نجاسة، لأنها لابد أن تكون خالطت إيش؟ دما ونحو ذلك. فوضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. هذا بالتعبير بتاع بقى. قال: إذا سجد فانبعث أشقى القوم. فانبعث أشقى القوم، أشقى القوم الذي وضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه هو عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط، سبحان الله، أشقى القوم. نعم. قال: فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم سجد راح ده جاي حاطط عليه البتاع النتنة هذه. طب هنا مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن شروط الصلاة اجتناب الإيش؟ النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. طيب ما الذي يحمل عليه هذا؟ في إجابات كثيرة، لكن يعني أقرب الإجابات أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما الذي فوق رأسه، ولذلك أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما طلعش من الصلاة، كمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعلم ما هو الذي فوق رأسه، نجس أو غير نجس، فأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فاستضحكوا، يعني مش ضحكوا بس، ده بيعملوا إيه كمان؟ يزق. شفت الناس بقى ما يزقوا بعض، اضحك اضحك، يعني شوف الايه، شوف المنظر يعني اللي فيه. فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض يقول: وانا قائم انظر. ده مين اللي بيقول كده؟ عبد الله بن مسعود يقول: وانا قائم انظر، لو كانت لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت لي منعه، يعني عشيره، ابن مسعود كان يعني من ناس فقراء جدا، ولم يكن أصلا قرشي. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية. وهي جويرية يعني ماذا؟ جارية صغيرة. قال: فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. شوف الفائدة يذكرها الصحابي ازاي، وهذه فائدة، وفيها استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، لكن مع التنبيه على مراعاة ما إذا كان الإنسان في جماعة أو كان وحده. أو كان وحده، فإن كان التكرير مع الجماعة يشق عليهم فلا. يعني لو كل مثلا الإمام هيقنط في صلاة القنوت، هيكرر كل دعاء ثلاث مرات، هيشق على الناس. لكن هذا يستحب لك أنت، أنت كإنسان تدعو مع نفسك، يستحب لك ذلك، ولا مانع أيضا في الجماعة، لكن من غير مشق. قال: ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. قال: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. سبحان الله العظيم، ذهب عنهم الضحك. في بعض الروايات جعلوا يسكتونه، جعلوا يسكتونه ويصرفونه، ويقولون يعني يهدئونه، يعني اذهب يا أبا القاسم، أو كلمة نحوها. نعم. قال: وخافوا دعوته. قال: ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمدا ذكر السابع ولم أحفظه. ذكر يعني العلماء أن السابع، أنا كاتب اسمه بس مش شايفه عشان كاتبه بخط صغير جدا فمش شايفه يعني.
عمار بن الوليد. ايوه عمار بن الوليد بارك الله فيك. قال وذكر السابع ولم احفظه، فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رايت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب قليب بدر. العشاء خلاص. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعا على 7 من المشركين، هنا ذكر 6 ولم يذكر الراوي واحد يعني، وهو عمارة ابن الوليد. وهؤلاء على ظاهر قول الراوي هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. لكن هنا في الحديث بعض أو في الحديث خطأ يعني في اسم واحد من الأشخاص المذكورين، علق عليه بعد ذلك الراوي الذي قبل ابن مسعود رضي الله عنه هو ابن إسحاق. قال ابن إسحاق والوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، والوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يعني ذكر الوليد بن عقبة غلط. هو ما اسموش الوليد بن عقبة، واسمه اسمه الوليد ابن عتبة، ابن عتبة نعم، اللي هو أخو السيدة هند بنت عتبة، أبوها هو اللي عتبة بن أمية، عتبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة. فكان خرج أبوها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأخوها اللي هو الوليد بن عتبة، والتلاتة قتلوا في هذا اليوم، قتلوا في الإيش؟ في المبارزة لو تذكرون المبارزة اللي حصلت، التلاتة دول اللي خرجوا أب وأخوه، واحد وأخوه ابنه، وقتلوا الثلاثة في هذه المعركة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيت الذين سمى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. والقليب هو البئر التي لم تطوى، يعني بئر أشبه منها تكون بئر يعني لسه في مبتدأ حفرها، فألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القليب، حفرة أصلها يعني كان هيبقى بئر، ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في هذا القليب. وهذا يعني الإلقاء أو هذا الوضع لم يكن من باب الدفن، لم يكن من باب الدفن، وإلا فإنه لا يجب دفن الحربي، لا يجب دفن الحربي، بل يجوز ترك الحربي تأكله الحشرات والسباع والهوام ونحو ذلك. أما الذي يجب دفنه من الكفار فهو الذي بيننا وبينه عهد أو ذمة أو كذا أو نحو ذلك، يجب دفنه، يؤمر أهله بدفنه، فإن لم يدفنوه دفنه المسلمون في مقابر الكفار أو في قبور الكفار، أو دفنوه في أي مكان ليواروا جسده، ليواروا جسده. طب لماذا دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو هنا أمر بإلقائهم في القليب؟ حتى لا يتأذى الناس به آثار رائحتهم، أهل المكان لا يتأذون بآثار رائحتهم، فلم يكن هذا يعني لهم دفنا. أيضا فائدة يعني في السياق يعني المتعلقة بالأذكار الأشخاص المذكورين في الحديث، فعقبة ابن أبي معيط هذا لم يقتل معهم في يوم بدر ويلقى في القليب، إنما عقبة ابن أبي معيط هذا أسر، عقبة ابن أبي معيط هذا أسر، أسره المسلمون يوم بدر، وفي طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة أمر بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله من أول لحظة، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم مدة في الطريق ثم قتله بعد ذلك، وده نوع من القتل الصبر كما يعني أشرنا قبل ذلك. ثم قال باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين.
قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة. قال: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. يعني هذا الحديث يظهر منه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم. قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، وفيه أن ركوب الحمار لا ينقص من قدر الإنسان، لكن هذا راجع طبعا إلى طبيعة الإيش؟ الحال والزمان، الحال والزمان، وإلا لا يليق الآن مثلا بإنسان يعني داعي مثلا أو نحو ذلك يمشي الآن يركب حمار في، لكن لو في قرية مثلا لا مانع، هذا لا ينقص من قدره. لكن في الآن في الطرق اللي هي المأهولة بالسيارات ونحو ذلك سيصير محل إيش؟ سخرية من الناس. نعم. قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، يعني البتاع اللي قاعد عليها البردعة اللي بيقولوا عليها، يعني من قطيفة من بلد تسمى فدك. نعم. قال يعني كانت منطقة فيها يهود يعني. قال: وأردف وراءه أسامة ابن زيد، وفيه جواز الإرداف على الدابة عموما إذا أطاقت حمارا كان أو غيره، إذا أطاق، وإلا البعض يظن أن الإرداف على الحمار يعني فيه مشقة، لا، إذا أطاقت فلا بأس. نعم. وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، سعد بن عبادة خزرجي رضي الله عنه، فمرض، وهذا كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم وذاهب لزيادة سعد مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، مجلس فيه ثلاث أصناف من الناس. هذا المشهد كان ممكن أن يوجد في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا، بعد ذلك صار المسلمون يعني يحصل نوع من الولاء والبراء ظاهر كذلك في أحوالهم معهم. قال: حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي في هذا الوقت كان مشركا، لم يكن قد أظهر الإسلام، كان مشركا. نعم. قال: وفي المجلس عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أنصاري رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، لما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما ارتفع من غبار من أثر سير الدابة، لما مرت جنبهم كده هم قاعدين، فالدابة وهي معدية عملت عفارة. نعم. قال: خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، وطبعا ده نوع من الكره والبغض، وإلا أهل الأماكن هذه اعتادوا هذه الطريق الحال، اعتادوا هذا الحال، يعني أنت في الأرياف في الريف لما بيمر حمار أو غيره بيعمل عفار، والناس عادي الريفيين كلهم متعودين على ذلك، لكن هذا بالغ في نوع من الإيش؟ إظهار يعني التضرر، إنه ده نبي اللي أنتم بتقولوا عليه ده بيضر الناس ومعدي يعفر على الناس يعني ونحو ذلك. قال: خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا في خطأ مطبعي في الحقيقة مش غير مقبول، وهو إنه تأل الخط، ثقل الخط الذي يتعلق بعبارة ابن سلول لا تغبروا علينا، والمعتاد إن الخط التقيل ده كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فده خطأ في طريقة الطباعة.
قال: فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. شوف طريقة رد على النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المرء، يعني حتى يعني قال: فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك. فلا تؤذنا في مجالسنا، يعني اللي انت بتقوله ده كلام يعني ايه مؤذي. فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك. قال: فمن جاءك منا فاخصص عليه. اللي يجي لك بقى يبقى انت يعني بحكي له اللي انت بتقوله، يعني هذا كله أذى شديد جدا، صد وسخرية ويعني استهزاء ونحو ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود. طبعا اليهود والمشركون الاثنين في طائفة، والمسلمين في طائفة الوحدة، حتى هموا أن يتواثبوا. حتى هموا أن يتواثبوا، يعني يعملوا إيه؟ يمسكوا في بعض بقى وتحصل مقتلة وقتال يعني. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته، يهدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم ركب دابته، حتى دخل على سعد بن أبي عباد فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يا سبحان الله، شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. التاني بيقول له إيه؟ أيها المرء، وهو في غيابه بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تسمع ما قال، ما قالوش بقى الهباب مثلا، قال: ألا تسمع ما قاله أبو حباب؟ نعم. قال: يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لسعد بن عبادة، سبحان الله، يعني ما أشد تواضعه صلى الله عليه وسلم. أولا سعد بن عبادة ده رضي الله عنه كان شابا، سعد بن عبادة ده كان لا يتجاوز 40 من عمره، يعني الثلاثينيات سعد رضي الله عنه. وسعد بن وقاص وسعد بن ابن معاذ كذلك، كان كذلك، لأن هم مش هم اللي كانوا أصلا سادات الأنصار إلا بسبب الحرب، زي حكاية أبو سفيان. أبو سفيان صار سيدا لقريش بسبب الإيش؟ بسبب معركة بدر. معركة بدر حصدت كل الإيش؟ كل القادات، حصدتهم كلهم. أبو سفيان ده كان بيقعد في دار الندوة إيه، على جنب كده، ما بيتكلمش، يقعد يتفرج بس في دار الندوة. فالحرب هي اللي ودته كده. الصحابيين الجليلين رضوان الله عليهما، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، صار سيد الأنصار بسبب أيضا الحروب، الحرب التي كانت آخر الحروب بين الأوس والخزرج، قتلت القادة فصار القادة هم الشباب. نعم. فأنا أشير إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تواضعه، ده بيكلم واحد من الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمره كام النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده؟ أقل حاجة 53 سنة، لأن لو قلنا ده في السنة الثانية ولا الثالثة ولا حاجة، يعني عنده 53 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم 52 3، المهم يعني حاجة و50. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع شاب من الشباب ويوم يقول له: شفت عمل إيه أبو عبادة، أبو حباب ومش عارف ونحو ذلك. نعم. قال: فقال سعد: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رد جميل جدا، يدل على حكمة عالية جدا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اصفح عنه، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، أنت رسول الله وأنت سيدنا وكبيرنا، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوا. أنت ما إن جئت المدينة، وكان في الوقت ده هم بيستعدوا لماذا؟ لتتويج عبد الله بن أبي أن يكون عليهم إيش؟ زعيما. هم كانوا الأنصار منقسمين، أوس وخزرج، فسيد بن سعد، سعد بن عبادة على الخزرج، وسعد بن معاذ على الأوس. فاتفقوا في النهاية أن يعملوا ملك عليهم، ملك،
وكان هذا الملك اللي هيتوج بيعملوا له التاج، بيعملوا له خرز، بيعملوه بيركبوه خلاص. فضلوا 3-4 ايام ويعملوا حفله الايش، حفله تتويجه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، سبحان الله العظيم. ولذلك سعد بيقول له: ولقد اصطلح اهل هذه البحيره، البحيره اللي هي الايه، القريه يعني المدينه، ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه، فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه شرق. شرق يعني زي ما احنا بنقول كده في تعبيرنا العامي، انت وقفت له ايه، في زوره. شرق يعني صرت انت يا رسول الله كالغصه في حلقه، والعياذ بالله. شرق بذلك، فذلك فعل به ما رايت، فعل به ما رايت يعني صار يعني يحسدك ويعاديك ونحو ذلك، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الباب، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. الشاهد منه ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أذى الكفار والمشركين وغيرهم. ثم قال: باب قتل أبي جهل. باب قتل أبي جهل. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. وفي رواية قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. باب قتل أبي جهل. مسألة قتل أبو جهل مسألة مهمة عند المسلمين. ولذلك في الحديث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع الله، أو ما صنع، ما صنع أبو جهل. من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبي جهل إلى أي حال وصل في يوم بدر المعركة، وهذا لأجل أنه لو قتل أبو جهل ارتاح البلاد والعباد من شر عظيم، لأن هذا فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. ولعلك في المشاهد دي تلحظ الفرعنة والعياذ بالله، تلحظ هذا الجبروت وهذا التجلد في الباطل الفظيع العجيب. قال فقال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. ابن عفراء اللي هم معاذ ومعوذ ابن عفراء رضوان الله عليهم، وكان غلامين صغيرين، كان غلامين صغيرين. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد أجازهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ردهما قبل ذلك ثم أجازهما، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولاد صغار 13 سنة 14 سنة كده. وكان من حالهما كما جاء في خبر عن عبد الرحمن بن عوف يقول: بين أنا في أثناء معركة بدر وقد اشتد وطيس المعركة، إذا بغلامين عن يميني وشمالي، فقال لي أحدهما: يا عم قل لي أين أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ ثم ناداني الآخر فقال: يا عم قل لي أين أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ فقلت: لما؟ قال: نريد قتله. انظر يعني شيء سبحان الله العظيم. وبالفعل انطلق إليه الغلامان الصغيران وظل يترقبان لحظة لضرب أبي جهل، فضرباه، وكأن الغلامين يعني ضرباه وظن أنه يعني قتل، لما ضربوه برق سقط على الأرض، فظن أنه قتل فانصرفوا عنه. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فوجد به رمقا لسه بيتكلم ولسه يعني في حياة. قال فوجده، قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال فأخذ بلحيته، ابن مسعود أخذ بلحيته. الشيخ كشك رحمة الله عليه كان نفكر لما كان يحكي المشهد ده زمان كده، فكان يقول: لك أن تتخيل، بتعبيرات بقى الشيخ كشك العامية يعني، إنه لحمة بتاع اسمها لحمة راس بتاعت جاموسة وجاي مسكها بقى
يعني عبد الله بن مسعود النحيف الجسم. أبو جهل يقال إن كانت راسه كانت كبيرة جدا، فمسك أبو ابن مسعود رضي الله عنه لحيته وجعل يعني يجذبها. ففي بعض الروايات غير عند غير مسلم أنه قال له: من أنت؟ قال: أنا ابن أم عبد، اللي أنت كنت بتشتمني يعني في مكة يعني. فقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. شوف مجرم يعني، ده بيطلع في الروح، ومع ذلك بيقول لعبد الله بن مسعود، بيقول له يا رويعي الغنم، مش بيقول له يا راعي حتى، ده بيقول له يعني انت حتى كمان ما تسويش راعي غنم. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. قال: فقال: انت ابو جهل. فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ هل فوق رجل قتلتموه؟ يعني انا لا عار علي، فقد ظللت اقاتلكم حتى قتلتموني. شوف الجلد في الباطل والعياذ بالله. واحنا تلاقي اخواننا الطيبين بتوعنا اول بس مشكله ينزوي ويركن على جنب. شوف هذا، ده على الباطل بتاعه عمال يعمل ايه؟ ده الاخر لحظه بيظهر ان الكفر اللي هو عليه، لا لسه الكفر بتاعه ايه؟ قوي وحي وموجود ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أي لا عار علي، فقد ظللت أقاتلكم حتى قتلت. أنا ما عليش عار، أنا ما خفتش منكم، ولا يعني ولا جبنت ولا اختفيت ولا كذا، أنا ظللت الآخر لحظة وأنا أقاتلكم. وهل على وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. وفي رواية قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. شوف الغرور والإجرام والصلف وهو بيموت. فلو غير أكار قتلني. الأكار قال العلماء هو الزارع الفلاح يعني. فهو مين اللي قتله؟ الولدين الصغيرين الأنصاريين. هو عارف كل واحد طبعا في المهاجرين، عارف كل المهاجرين كلهم قرشيين وأهل مكة. فاللي قتله مش من دول، يبقى ده من مين؟ من الفلاحين بالتعبير بقى اللي هو العصر بتاعنا احنا. فبيقول له: أو غير أكار قتلني؟ مش كنت تشوفوا حد تاني يقتلني؟ بعت لي اتنين فلاحين يقتلوني. شوف حاجة يعني إجرام غير عادي وجلد في الـ في الـ في الإجرام. علشان كده اخواننا بنقول ان الصور دي برضو مهم جدا اخواننا يكونوا يعلموها. ليه؟ عشان ما تغترش ببعض اهل الباطل لما تجد فيه نوع من الايه؟ الجلد ابدا. طب ما هو وحيي بن اخطب، حيي بن اخطب يقطع هدومه فرفوته فرفوته قد كده قدر الامنوله، قطع كل الهدوم اللي عليه. علشان ايه؟ عشان ما حدش من المسلمين ينتفع بيها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل يتضرب رقبته بالسيف، يقول له: عداوتك في قلبي ما بقيت. وبعدين يقول للي معاه، يقول لهم: لقد علمت انه نبي ولكن عداوته. حاجه يعني. ولذلك في الحقيقه تستحضر انت مع المعاني دي بكاء عمر رضي الله عنه لما كان يصلي صلاه الفجر ويقرا احيانا سوره يوسف. كان كثيرا ما يقرا سوره يوسف في صلاه الفجر. وكان اذا جاء الى قول الله تبارك وتعالى وقال: يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فكان عمر رضي الله عنه يبكي. العلماء يقولون: طب يعقوب بيبكي على ابنه، طب تأثر عمر هنا؟ كثير من العلماء يقولون: وكأن عمر يستحضر كلمته الذي كان يقولها دائما في المسلمين بسبب هذا الموقف، وهي: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، ضعف الثقة. الإنسان الثقة الصالح الكويس تجد يعني مجهوده قليل، وتلاقي للأسف كثير يعني أو قليل التحمل. وتجد الفاجر اللي على باطل وعقيدته فاسدة ومجرم تجد عنده جلد وقوة وتحمل عجيب، وكأنه هو كان يبكي كيف حرم يعقوب من هذا الولد الصالح وبقي له من؟
الذين كانوا على الشر، أولاد الذين كانوا على الشر. عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، ضعف الثقة، الثقة ضعيف، الثقة ضعيف، يعني مش معنول كل الثقة يعني، لكن غالب الثقات للأسف، وخصوصا كل ما الزمن يمر، كل ما الزمن يمر. احنا دلوقتي احنا بنعاني كلنا يا اخوانا، بنعاني كلنا. تعالى دلوقتي انت، ربنا يحفظكم جميعا، وارجو الا يعني تتضايقوا من كلامي هذا، ووسعوا صدوركم. احنا يا اخوانا بين كل تقريبا 10 تكليفات نكلفهم لاخ، ممكن يتعمل تكليف واحد ولا حاجه، او اتنين بالكتير. من كل 10 تكليفات تلاقي تكليف واحد او تكليفين اللي اتعملوا، وممكن بعض الاخوه ما تلاقيش ايه ولا تكليف اتعمل، وتجد الفاجر بقى صاحي طول الليل يخدم قضيته، وبالنهار ويجري شمال ويمين. وشفنا احنا الصور كتير في كل المجالات، كيف تجد اهل الفجور والعصيان عندهم جلد وعندهم صبر وتحمل، ويقعد طول النهار وطول الليل يخدم قضيته. احنا ناس للاسف عندنا ضعف وعجز للاسف. ليه؟ لان كتير مننا مغرر بتغرير الشيطان. الراجل بتصلي وخلاص الحمد لله، وماسك المصحف كله تمام وتسنن حلو قوي كده. طيب قم على يعني امور بقى دينك ونحو ذلك، تجد اعذار ليس لها عدد ولا حصر، اعذار ليس لها عدد ولا حصر، كما يعني في الحقيقه الواحد يقولها ومتالم. طب لماذا هذا؟ لماذا الفجار يصبرون والابرار لا يتحملون؟ ولذلك انا يعني الله المستعان يعني اقول لاخواننا، ها بلا شك طبعا ده خلل عندنا في ذلك، نعم، وخلل في الايمان، وخلل في الايمان من جهه ايش؟ من جهه الاحتساب، من جهه الاحتساب، لان احنا يعني لو احنا مثلا يا اخواننا قلنا مثلا يعني اللي هيعمل العمل الفلاني اللي هو اللي بيهرب منه احيانا بعض الاخوه وما يعملوش، او يتكسل عنه، او يحط لك كارت الارهاب، زي معذره ارس في التعبير اللي انا بعبر بيه، يحط لك كارت الارهاب دايما، اصل كان عندي مشوار كذا، انا مش عارف كذا، انا عيان، انا مش عارف ايه، دماغي بتوجعني، ضرسي برجلي بتوجعني، خلاص ده مش اتكلم، اسكت، يخرسك، انا عندي كذا وعندي كذا. وكان مين قال ان دي اعذار في كل حال؟ مين قال ان دي اعذار في كل حال؟ في امور كثيره جدا هنقدمها على اهالينا وعيالنا والدنيا كلها هنقدمها عليها. الغرض المقصود يعني ان لو احنا اللي بنعتذر الصبح قلنا كده اعلان على باب المسجد، اللي هيقوم بالعمل الفلاني هياخد ان شاء الله عن اليوم الواحد 100 جنيه. بالله عليكم كم واحد هيتطوع، كم واحد هيجوا يقدموا ويثبتوا اساميهم عشان يشتغلوا في العمل ده؟ ها؟ كلنا. كلنا عشان نبقى صادقين، ما هو 100 في 30 بكام؟ ب 3000 جنيه في الشهر. تصور أنت بقى، يعني لو قلنا اللي هيجي ينظف المسجد مثلا هياخد كل يوم 100 جنيه. وأرجو تسجيل الأسماء، كلنا هنسجل أسماء. 3000 جنيه يبقوا حاجة كويسة آخر الشهر، برضه يسندوا برضه سندة، وممكن برضه يحلوا مشكلة، وممكن يجيبوا ثلاجة جديدة، وممكن يعملوا مش عارف ايه، وممكن وممكن احلام كتيره جدا هتترتب على ال 3000 جنيه. طيب من ينظف المسجد كل يوم وله 3000 حسنه؟ كم واحد فينا هيسجل اسمه؟ قليل جدا. احيانا انا والله ارجو ما يعني صدركم يعني لا يضيق بالي. وانا ما اقصد توبيخ لاحد. كلنا هذا الشخص، لكن بنتفاوت. فانا اقصد اقول يا اخوانا ان ليه احنا نكون ضعاف؟ شوف ابو جهل المجرم فرعون لغايه وهو بيموت رايح في 60 داهيه ودمه بيشلب من كل ناحيه زي ما بيقولوا، ده ادعى انه يعمل ايه بقى؟ خلاص ينهار بقى، خلاص ده رايح خلاص في داهيه ينهار، او على الاقل عشان الراجل اللي فوقيه ده ما يكملش عليه ويذبحه اكتر يكلمه كويس. لا، ده شوف قضيته، هو عنده قضية
لا يزال إلى آخر لحظة وهو بيعمل إيه؟ بيخدم القضية دي. فيعني هذا درس في الحقيقة قاسي لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نقف على قوله: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.